بص يا جماعه، النهارده بقى الجمعه والناس اللي بتقول لي مكانك فين واحنا جايين من على البحر ومش عارفين نوصل لك، والنهارده بقى في عرض على اقوى برفانين في العالم شركه جوفيدان. بص بقى، اول خطوه طبعا محطه الرمل اسكندريه شارع الشهداء، طبعا اول شارع الشهداء لو انت جاي من على البحر هتلاقي جلاتي عزه، طبعا اول الشارع، طبعا هتفضل ماشي هتلاقي بقى محل العالم للعطور. تمام، بصوا بقى تعالى اقول لكم بقى الحلويات اللي مش هتلاقوها عند بتاع برفانات، ولا بالخامه دي ولا نفس الخامه الاوريجينال. تعالوا بقى هوريكم بقى، تمام، حاجات بقى نفس الاوريجينال، يعني انت لو بتجيبها ب 8000 جنيه النهارده في عرض عليها الجمعه يا جماعه. تمام، احنا بنقفل الساعه 11، يلا بينا. تعالى اقول لكم ايه الحاجه. اول حاجه بكرات روج شركه جوفيدان، قسما بالله ما حد بيجيب شركه جوفيدان لانها عاليه، وشركه جوفيدان يا جماعه نفس الاوريجينال بكرات روج. العرض بتاعها النهارده الجمعه، تمام، ثبات 4 ايام في هدومك وعليها ضمان. تاني حاجه بقى البابوره شركه لوزي، طبعا مش اي حد بيشتغل بالشركات دي لانها عاليه وثباتها معاكم 6 ايام في هدومكم. واحلى اخوات، ولو جايين من على البحر هتلاقوا في اول شارع الشهداء جيلاتي عزه، تمشي طوالي هتلاقي محل العالمي للعطور، المحل اسكندريه محطه الرمل شارع الشهداء، محل العالمي. واحلى اخوات في الدنيا، ومستني كل اخواتي، بنقفل الساعه 11.